بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن منهج ابن تيمية رحمه الله وما رد به على أهل البدع وكيفية استدلالاته على أخطاء أهل البدع. وقفنا عند يقول الاختلاف بين المتكلمين هو موضع الطعن عند ابن تيمية، مما استدل به ابن تيمية، مما أبطل به ابن تيمية رحمه الله المنهج الكلامي القائم على المنطق والفلسفة، هو ما وصل إليه هذا المنطق من تضاد كامل. يقول الاختلاف بين المتكلمين موضع الطعن عند ابن تيمية، لأنه يرى أنه اختلاف مذموم لا يبين أين توجد الحقيقة وما هو سندها، ويبتعدون عما جاء به الكتاب والسنة لأنهم لا يعرفونه، بينما الحق واحد لا يخرج عما جاءت به الرسل، وهو الموافق لصريح العقل وفطرة الله التي فطر عباده عليها. ده مما استدل به ابن تيمية رحمه الله على خطأ المتكلمين. علوم الفلسفة أو علوم المنطق حد ثاني مع تليفون. علوم المنطق والفلسفة لم تصل بأصحابها إلى نتيجة محدودة، بل كان الواحد منهم يصل إلى الكلام وعكسه، يوصل للحاجة وضدها. من ذلك يقول الإمام الرازي رحمه الله، الإمام الرازي كان من كبار المتكلمين في الأشاعرة، وبلغ تقديمه للعقل أنه اقترب بالمنهج الأشعري جدا من منهج المعتزلة، رغم أن المنهج الأشاعرة كان مبناه على الرد على المعتزلة. كان بيقول أنه كان يقضي الليالي الطوال وقد جلس وعرى ظهره للبرد يقارن بين القول وضده، فلا يستبين له منه شيء، نتيجة وضدها، عايز يقول مين اللي صح ومين اللي غلط، ده ابيض ولا اسود، ناس تقول الحاجة دي بيضة ناس تقول الحاجة دي سودة، بالمنطق والفلسفة ده صح وده صح، ازاي ده يبقى ابيض وازاي ده يبقى اسود. فكان يقضي الليالي الطويلة جدا عايز يعرف اللي غلط مين فيهم اللي غلط، مين فيهم اللي غلط بناء على قواعد الفلسفة، ما يلاقيش. عشان ما يكبس عليه النوم، عشان يجبر نفسه ان هو يفضل صاحي، كان يعري ظهره البرد ما يتدفاش بالليل، قاعد ومصدر ظهره مثلا للشباك ولا حاجة ومش مستغطي عشان الهواء والساعة يخلوه صاحي، ويقضي الليالي الطوال علشان يحاول ان هو يصل لكيف يخطئ المخطئ، ازاي يقول ان ده غلطان بقواعد المنطق والفلسفة، فيعجز عن ذلك. ولذلك أهل العدل من الأشاعرة والمعتزلة رجعوا وتابوا، رجعوا عن منهج الاعتزال وتابوا قبل موتهم. واضع منهج الاعتزال، واضع منهج الأشاعرة، أقصد الإمام أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة قبل ما يموت رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. هنا يقول ويدل على عقم علم الكلام وقصوره ما ظهر من ندم متكلمي الأشاعرة في أواخر حياته. واضع المنهج الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن منهج الأشاعرة، رجع عن المنهج اللي هو وضعه، وألف قبل موته كتابين في نقد منهج الأشاعرة، مقالات الإسلاميين
والإبانة عن أصول الديانة. ألف كتابين دول قبل موته، ناقض فيهما علم الكلام الذي بنى عليه منهج الأشاعرة، منهجه الأشعري، ناقضوا في هذين الكتابين. الإمام الغزالي رحمه الله رجع. الإمام الغزالي كان فيلسوفا ثم أشعريا ثم ندم على علم المنطق والكلام، فاتجه إلى الجهة المقابلة، اتجه إلى الصوفية، وبعد ذلك كله ترك كل هذا ومات على صدره صحيح البخاري. عاد إلى منهج أهل السنة، رجع إلى منهج أهل السنة وبدأ يتعلم، بدأ يستأنف حياته من أول جديد. الإمام الغزالي رحمه الله نشأ على منهج الفلاسفة وقضى مع الفلاسفة ظهرا طويلا حتى تبين له خطأهم، فلم يتردد ومنتهى الشجاعة رجع عن منهج الفلاسفة وألف كتاب تهافت الفلاسفة. بعد كده مشي مع المعتزلة شوية، بعد كده تبين له أن المعتزلة لا يفرقون شيئا عن الفلاسفة، فرجع عن منهجهم بمنتهى الشجاعة وألف في الرد عليهم. وما ألف في الرد على الفلاسفة أتى بنيانهم من القواعد، ما ألف في الرد على المعتزلة أتى بنيانهم من القواعد. كل منهج كان يرجع عنه كان يرد عليه ردا قويا، وكذلك فعل مع الأشاعرة، لكن لجأ إلى طريق الصوفية وقضى في الصوفية زمن طويل جدا، ثم بعد ذلك لم يلبس له أن تبين ضلال طريق التصوف، الكشف والوجد والزهد، فرجع عن كل ذلك وعاد في آخر حياته. بدأ في آخر حياته مرة رابعة في أن يتعلم مرة جديدة وفق منهج أهل السنة، فرجع إلى علوم السنة، إلى الكتاب والسنة، الكتاب والحديث، القرآن والحديث، ومات على صدره صحيح البخاري رحمه الله. كذلك الإمام الرازي، الإمام الرازي كما ذكرنا من كبار أئمة الأشاعرة، وبلغ تمكنه في علوم المنطق والكلام درجة شديدة جدا وكبيرة جدا، وبلغ تأثره بالمنهج العقلي إلى أن قاد الأشعرية نحو الاعتزال، رغم أن الأشعرية كانت مبنية على مضادة الاعتزال، وقادها في اتجاه مخالف. قبل ما يموت رحمه الله ندم وعاد إلى منهج أهل السنة، يقول: لقد نظرت في الطرق الكلامية وتأملت في المذاهب الفلسفية فما وجدتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. يقول بقى كل الطرق بتاعت الفلاسفة والمتكلمين والحاجات دي أنا درستها كلها، وفي النهاية لم أجد منها طريق واحد يروي العطش، الإنسان العطشان يرويه، ولا الإنسان المريض يشفيه، لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ولم أجد إلا منهج أهل السنة. اقرأ في الإثبات إن شئت الرحمن على العرش استوى، وعشان يثبت لله صفة أو ينفيها يقعد سنة يلف بقواعد المنطق والفلسفة، في حين منهج أهل السنة بسيط واضح. عايز تعرف ربنا؟ اقرأ فيما لله من الصفات، اقرأ القرآن، الرحمن على العرش استوى. قال: اقرأ في الإثبات إن شئت الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي إن شئت هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء. وقال بعد ذلك أبيات من الشعر مش فاكرها، يعني يذكر فيها ندمه، وقال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ما استفدنا من البحث طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال. هو ده اللي استفادوا من الحياة الطويلة التي عاشها وتعلم فيها. كذلك من هؤلاء اللي ندموا ورجعوا
الإمام الشيرازي، وهو أيضا أحد كبار مفسري الأشاعرة وأحد كبار أئمتهم. يقول يعني في توبته، يقول: لقد طفت بتلك المعاهد كلها، مش حاضرني أبيات الشعر اللي قالها، يعني أيضا ذكر أبيات شعر عاد فيها وأعلن ندمه. من هؤلاء أيضا كان الإمام أبو المعالي الجويني، اللي هو شيخ الإمام الغزالي وشيخ الإمام الرازي، فخر الدين الرازي، أيضا رجع في آخر حياته وقال: ها أنا أموت على عقيدة أمي أو على عقائد عجائز نيسابور، يموت على عقيدة العوام بعد ما وجد أن الطرق الكلامية وأن طريقة المتكلمين لا تصل بالإنسان إلى عقيدة. يقول: لقد بذل ابن تيمية رحمه الله المحاولات تلو الأخرى في كتبه ومناقشاته لإثبات أن السلف كانوا أهل نظر ودراية، إلى جانب كونهم أهل نقل ورواية، وأنهم آثروا عدم تضييع جهودهم وأوقاتهم في محاولات عقيمة، إذ رأوا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكفاية، وأقاموا البناء كاملا في العقيدة والشريعة والعبادات والنظم والأخلاق. فإذا أرادت الأمة أن تأخذ بزمام أمورها من جديد بين الأمم فعليها باتباع طريقتهم، وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. المقصود أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أكثر من أصر على إثبات أن السلف رضوان الله عليهم لم يقتصروا في العقيدة على الكتاب والسنة، ولم يتركوا طرق الفلسفة والمنطق، لأنهم يعني قعدت عقولهم عن استيعاب هذه العلوم. هو السلف ما سابوش كلام أرسطو وأفلاطون عشان هم ناس ما بتفهمش، بل بالعكس، هو كان يثبت، شيخ الإسلام رحمه الله كان يثبت أن السلف أبر الأمة عقولا، أعظم الأمة عقولا. وده بالفعل يعني تجد في الموروث العلمي يعني نقول الجماعة الفلاسفة كام علم استطاعوا أن يستنبطونه ويستخرجونه؟ طلعوا لنا كام علم من علوم الشريعة العظيمة المعتبرة استطاع الجماعة بتوع الفلاسفة والمنطق أن هم يطلعوا؟ شوف بقى كام علم استخرجه أهل السنة. أول علم، علم النحو. ثاني علم، علم أصول الفقه. علم الحديث، علم التفسير، علم الاجتماع، كل هذه علوم، علم كامل، مش مجرد كتاب بيألفه ولا بحث بيبحثه، لا، ده بيستخرج نوعا جديدا من العلوم. واحد اخترع فيزياء، واحد اخترع كيمياء، دول كانوا بيخترعوا نوع كامل من العلوم: أصول فقه، ومصطلح حديث أو علم حديث، أصول اعتقاد، أصول تفسير، علم الاجتماع. علم الاجتماع ابن خلدون رحمه الله في مقدمة لكتاب وضع أسس علم الاجتماع، اللي هو الحد نرضى فيه كلية الخدمة الاجتماعية، في قسم الاجتماع مش عارف في كلية أداب، وفي قسم الاجتماع في كلية التربية وفي الجامعات الخاصة. ده كل علم الاجتماع الذي وضعه كان رجلا سلفيا، راجل من الناس اللي ما لهمش دعوه ولا بالمنطق ولا بعلوم الفلسفه ولا بحاجه من دي. كام علم بقى طلعه لنا اذكياء العالم، امثال الغزالي رحمه الله وامثال الرازي. الرازي كان من اذكياء العالم،
لما تيجي تمسك كلامه وتقراه تيجي تصنفه ضمن الأذكياء، حط الرازي جنب أينشتاين، حط الرازي جنب أذكى الناس اللي عملوا الاختراعات والنظريات اللي موجودة في الدنيا، حط دول جنبيهم تجد أن هؤلاء من أذكياء العالم. لكن ماذا استفاد العالم منهم؟ ماذا استفاد الشرع منهم؟ لم يستفد منهم شيء. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان دايما بيأكد أن السلف اتجهوا إلى أخذ الدين من الكتاب والسنة، مش هم ناس أغبية، لا، ده من فرط ذكائهم علموا أن هذا طريق لا يوصل إلى شيء، عرفوا أن دي سكة مش هتوصل لأي حاجة، هتوصل في النهاية إلى لا شيء. كلام ده زمان في أيام شيخ الإسلام تيمية كان بابه في الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى، فيما ينبغي له من الأسماء. الكلام ده موجود النهاردة برضه، كلام ده موجود النهاردة في زماننا برضه، لكن موجود في أبواب تانية غير أبواب الاعتقاد، بالذات في أبواب السياسة. ناس عايزين ديمقراطية، ناس عايزين اشتراكية، ناس عايزين ليبرالية، ناس عايزين مش عارف ايه، كلها طرق بشرية. الإسلاميين مش علشان هم أغبياء، مش فاضيين يقروا الجانجا كروس للجماعة بتوع المنظرين للمذاهب ديت، مش علشان هم مش فاهمين كلامهم تركوا طريقهم، لا، ده ربما كان الإنسان السلفي، ربما كان مشايخ السلف أعلم بكلام الناس دول منهم. يعني الشيخ عبد المنعم كان بيقعد يتكلم مع الليبراليين، كان بيصح لهم الليبرالية بتاعتهم، لو انت مش فاهم الليبراليه صح، ده الليبراليه بتقول كذا كذا كذا، مش عارف. اما عاد نظر عمرو حمزاوي ده ابو الليبراليين في مصر، ده اتقل الليبرالي في مصر، فقعد نظره، ففي النهايه قال له طب اللي بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا، قال له غلطان، قال له على فكره انت اللي قلت الكلام ده، انت مش فاهم الليبراليه صح اصلا. يعني فبيقول لما نلجا الى الكتاب والسنه، ما جاء إلى شرع الله سبحانه وتعالى في تنظيم الحياة، ده مش عجز عقلي، مش علشان ان احنا مش عارفين نتكلموا بالمصطلحات بتاعتهم، ولا ان احنا مش عارفين نقرأ الكتب بتاعتهم، لا، احنا عارفين الطريق الأسلم، طريق الأيسر، الطريق المضمون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ده طريق رباني ليس فيه قصور بشري، ليس فيه خطأ بشري، ليس فيه طمع ولا أغراض بشرية، هذا أمر رباني لله سبحانه وتعالى. فما نسلك الطريق الرباني ده مش علشان إحنا حسالة من البشر، ولا علشان إحنا عندنا قلة في العقل ولا قلة في الثقافة، لا، ده علشان إحنا عارفين الطريق السليم الأقصر القويم، لذلك نلجأ إليه. الكلام ده كان موجود في زمن شيخ الإسلام تيمية في أبواب الاعتقادات، النهاردة موجود في زماننا في أبواب السياسات، الله أعلم السنين الجاية هيبقى موجود في إيه. عشان كده بنقول اعتقاد السلف، عقيدة السلف ده عقيدة تشمل الحياة، مش بس مجرد طريق السلف، طريقة السلف طريقة تشمل الحياة كلها، مش بس قصرة على أبواب الأسماء والصفات، ولا قصرة على علم الحديث، ولا قصرة على إنما تشمل الحياة بأكملها، سياسة، اجتماع، اقتصاد، كل ذلك تشمله الطريقة السلفية. نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر لكم. صور من جانب تيمية ضد التتار احنا خدناها واحنا بنتكلم عن شيخ الإسلام، كده يبقى احنا عندنا دور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهنضيف لها ان شاء الله بإذن الله. انا ما خلصتش لسه، فضل لنا دور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تجديد الدعوة السلفية، وبعد كده هنضيف لها حاشية بسيطة في الدعوات المعاصرة، دعوات السلفية المعاصرة، باعتبار ان كل مرحلة من دولة دعوة سلفية. احنا قلنا الجماعة المتكلمين عن السلفية عايزين يخلوا السلفية منهج وضعه احمد بن حنبل، ونظره ابن تيمية، وسيسه ابن عبد الوهاب، يعني لهم لا، كل حاجة من دولة دي دعوات سلفية، ده ناس قاموا المنهج السلفي، هذا منهج اسسه محمد صلى الله عليه وسلم. منهج السلفي هو فهم أصحاب النبي لنصوص الكتاب والسنة، الكتاب والسنة علمهم لهم النبي، والفهم فهمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلفية دي مدرسة أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتري أبنائها الضعف في بعض الفترات، فكان يقوم لهذه المدرسة أبناء يقومون بتجديد وإحياء دور هذه المدرسة في الواقع،
من أشهر هؤلاء كالإمام أحمد لما وقف ضد المعتزلة، الشيخ الإسلام تيمية لما وقف ضد الأشاعرة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وقف ضد الصوفية، كذلك هنضيف لها حاشية بسيطة في الدعوات السلفية المعاصرة وقفها ضد الاستعمار وضد التغريب، وبعد كده نبدأ نتكلم عن قواعد المنهج السلفي. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم. أخ بيقول من قضية أبي يحيى، لماذا نستشعر بالصمت من اتجاه الدعوة في هذه المسائل؟ لا، أنا أقول لك سؤال، لماذا الآن يقال أن الدعوة السلفية صامتة في هذه القضايا؟ ليه دلوقتي؟ يا أخوانا هناك محاولة لإشعال البلد، هناك محاولة لتوليع البلد. قضية أبو يحيى من قبل ما حد يسمع عنها، الإخوة هم اللي وقفوا مع أبو يحيى بعد ما كان معتقل، أصروا على أن الملف يتحول بكامله إلى النيابة، والقضية تبقى قضية قضاء، ما تبقاش قضية اعتقال زي ما كان موجود أيام حسني مبارك أو أيام أمن الدولة. هم اللي وقفوا الوقفة القوية دي. الدعوة السلفية تقريبا هي الدعوة الوحيدة اللي عاملة جبهة أو عاملة اجتماع، يعني عاملة جبهة أو لجنة لقضايا حقوق الإنسان، انتهاك حقوق الإنسان. أي أخ اعتقل، اتضرب ألم في مرة، ما تعرض لأي أذى من ضابط أمن دولة، الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة اللي عاملة لجنة مخصوصة علشان متابعة هذه الأشياء. الحاجات دي ما بتتقلش. قد يقول لك انتوا عملتوا ايه لسيد بلال رحمه الله؟ احنا عايزين نقوله معلش، يعني مين اللي سعى لشيء في مصلحة الشيخ سيد اخونا سيد بلال رحمه الله، سواء في احضار الدية ولا في احياء القضية ولا حتى في متابعة القضية؟ لكن في دايما محاولة لاشعال البلد، ان عشان تبقى انت عملت حاجة لسيد بلال، لم السلفيين وانزلوا ولعوا لكم حاجة في البلد، لم السلفيين وانزل يعمل لك مليونية في ميدان التحرير، اخبط في المجلس العسكري. طب وبعدين هل ايه اللي هو استفاده؟ ايه اللي سيد بلال رحمه الله ولا اهله ورثته ايه اللي استفادوه لما نعمل حاجة من الحاجات ديت؟ اللي مفيش حد بيستفاد، ده اللي بيخسر هو البلد. ففي دلوقتي محاولة للإشعال، السلفيين بيحاولوا ان هم يهدوا الاوضاع، مش بيهدوا الاوضاع بالتنازع عن الحقوق، لا، ده بيهدوا الاوضاع بان هم يقننهم المطالبة بالحق. مش كل واحد عايز حاجة يروح مولع الدنيا وعمل له مظاهرة وعمل له ثورة ومعطل مصالح خلق ربنا سبحانه وتعالى. فالطريقة دي مش عاجبة ناس. في ناس الأيام دي عايزين ان كل واحد ليه مطلب يطلع ويعملها مشكلة ويولع الدنيا، وفي الآخر البلد توصل لحالة من الفوضى، نحنا نخش في حالة من الفوضى زي اللي دخلت فيها ليبيا، بحس ان امريكا تيجي تقول لك طيب باخد منك شوية بترول واخد شوية من مية النيل واخد شوية مش عارف من ايه ونساعدكم على ان انتوا تعملوا حكومة انتقال، ويتحط لك ناس محطوطة في الحكومة دي غصب عنك. ومحاولات يعني ما تخفاش على حد، اللي عايز يعني يفهمها على حقيقتها، معلوش غير بس ان هو يتابع التصريحات الامريكية، هو يخلي باله يعني يقرأ بس الأخبار اللي موجودة عن الجمعيات اللي بتدعمها أمريكا اللي موجودة في مصر، عن دعم أمريكا للبرادعي وزويل والجماعة دي، يتابع الأخبار دي بس، هو يفهم كويس إن البلد مطلوب منها إن هي تولع، مطلوب إن البلد تولع في الوقت ده. تولع إزاي؟ إن أي واحد بيهدي يتقال له أنت جبان وأنت مضيع حقوق الناس وأنت وأنت وأنت، لا، اللي يقول أنت مضيع حقوق الناس يقول لنا أنت جبت حق إيه للناس؟ بعدين تيجي اقول لك انا عملت ايه اللي احنا قدمناه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم.